هي عواقب التوتر الأمني بعدن؟ وما الذي ستفضي إليه الأحداث؟ ما هي خيارات الشرعية إذا ما يحدث على الأرض؟ إذا كان حضور الإمارات تحت ظل الشرعية، فلماذا تسعى إلى تقويضها؟ أهلا بكم. تتزايد الضغوط على الحكومة الشرعية التي باتت تواجه أكثر من معركة، تقف في مواجهة صراعات وأطماع متعددة أثرت بصورة مباشرة على معركة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. معارك تواجه الحكومة الشرعية التي كما يبدو أنها حشرت في المعاشيق، ويبدو أن تطورات الأحداث الأخيرة على المستوى السياسي والاقتصادي أصابتها بالشلل في العاصمة المؤقتة، ناهيك عن استحداث تشكيلات عسكرية في سقطرى، فيما تجيش السعودية كل قدراتها لتمرير صفقتها وأطماعها بأنبوب النفط في المهرة على حساب السيادة الوطنية، وفوق كل هذا وذاك السعي الحثيث لأبو ظبي في إسقاط الحكومة وإعاقتها. فما هي مكاسب الإمارات من تقويض الدولة وإنهاء دور الشرعية، بل والاتجاه نحو تفكيك البلد؟ وماذا بعد دعوة المجلس الانتقالي المدعوم من أبو ظبي للانقلاب على الشرعية تحت لافتة الانتفاضة الشعبية والسيطرة على المؤسسات؟ معارك جانبية دفعت عددا من التحالفات والأحزاب للتحذير من مغبة حرف مسار المعركة من صراع بين شرعية وانقلاب إلى صراع جنوبي جنوبي، وابتعاد المعركة عن مسارها الصحيح وهو إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة. التوتر في عدن العنوان الجديد القديم الذي يتجدد في مدينة التصق بها الصفيح الساخن منذ تحريرها من الإنقلابيين، حينما كانت الدولة هي الهامش الحاضر فيها، بينما كانت الكيانات المسلحة الموازية هي المتن وبتمويل من أبو ظبي. الاحتقان في المدينة يتضاعف، وباتت الحالة هناك على أرضية هشة ورمال ساحلية متحركة بحسب بوصلة يحددها المتحكم بها عبر طائرة متنقلة بين مطار عدن ومطار أبو ظبي. أدواتهم السلاح المنفلت، مستغلين ضعف الشرعية في عدن التي تمت بفعل فاعل. المجلس الانتقالي الممول إماراتيا اختار شهر أكتوبر تاريخا لتصعيده، الذي دشنه ببيان دعا فيه أنصاره إلى اجتياح مؤسسات الدولة، وأطلق وعيده بإسقاط ما تبقى من رمزية دولة إن حصر حضورها في قصر المعاشيق وبعض المعسكرات والمرافق. التصعيد في عدن لن يلقي بظلاله على ما تبقى من رمزية للدولة فقط، لكنه يحمل بذور اقتتال أهلي بصبغة مناطقية تتخذ عناوين عدة، فغالبا ما تحولت الانقسامات السياسية في الجنوب إلى انقسامات مناطقية دفع ثمنها المواطن والسلم الاجتماعي الذي لم تندمل جراحه منذ أحداث يناير 1986 في عدن. المفارقة أن الإمارات التي تمول عملية تقويض الدولة في عدن لا تزال تعمل تحت ظلال الشرعية التي استدعت حضور التحالف من أجل أهداف معلنة، من بينها إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة، وإلى اللحظة لم تتخذ الشرعية موقفا إزاء تصرفات أبو ظبي التي تقوض حضورها. فماذا ينتظر عدن في ليالي أكتوبر؟ وهل تعيش العاصمة المؤقتة تشرينا أسود كما عاشت صنعاء أيلولا أسود؟ وهل تكون ثورة مضادة لأكتوبر كما كانت ثورة مضادة لسبتمبر؟ خصوصا أن العناوين التي يتم رفعها من قبل الانتقالي تحمل اسم الجنوب العربي، وهو مفهوم مضاد لهوية ثورة 14 من أكتوبر. إذن مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه الحلقة هنا في الاستوديو الأستاذ علي الفقي نائب رئيس تحرير صحيفة المصدر، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ علي. بطبيعة الحال وكما نتابع تخوض الشرعية معارك على أكثر من صعيد، وهو ربما ما يحول دون سرعة تحرير بقية الدولة واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب أيضا، كيف تقرأ هذا المشهد الملتبس من أكثر من جهة؟ تحية لك ولمشاهدي قناة بلقيس الكرام. أعتقد أنه تقاطع الأجندات أدى إلى تشتت الجهود وذهاب المعركة في عدة اتجاهات، مما جعلها تأخذ كل هذا المدى. وأن المعركة لو بدأت منذ البداية باتجاه واحد ونحو عدو واحد ولهد لتحقيق هدف واحد متفق عليه بين الشرعية وبين التحالف وبين أطراف التحالف ذاتها،
لكنا قطعنا شوطا في استعادة الدولة ووصلنا إلى أكثر من يعني مما هو حاصل اليوم. قاربنا على إكمال 4 سنوات ونحن نراوح مكاننا، بل زاد المشهد تعقيدا. كنا قبل 4 سنوات أمامنا خصم واحد، أمام الشعب اليمني عدو واحد الذي التهم الدولة والتهم مؤسساتها وانقلب على ما أجمع عليه اليمنيون. اليوم نجد أنفسنا أمام يعني فصائل ومشاكل متعددة بهويات ولافتات متعددة تجعل أو تعقد الوصول إلى حل، تعقد الطريق اليمن نحو الاستقرار وتجعله يبدو طويلا أكثر من مما كان يتوقع أي متابع للمعركة في اليمن. دخل التحالف العربي إلى اليمن بأهداف معلنة، وظن اليمنيون أنه المنقذ وأنه يحمل لهم طوق النجاة للخلاص من المطب أو ما وقعوا فيه في سبتمبر 2014، لكن مع مرور الأيام يتضح أن وراء الأكمة شيء مختلف تماما، وأن اليمنيين يتفاجؤون بأجزاء من الصورة كانت غائبة تماما. فعندما تكتشف أن الحليف الذي جاء تحت لافتة مساندة الشرعية اليمنية واستعادة الدولة التي سيطرت عليها عصابة الحوثيين المدعومة من إيران، وأن هذا التحالف جاء لكسر المشروع الإيراني الذي يهدد المنطقة العربية كلها، اليوم هو يصنع أكثر من مشكلة في نفس الوقت، ويجعل أمامنا يعني عدة جبهات يخوض اليمنيون معركة فيها ويدفعون ثمنا غاليا، سواء ثمنا من أرواح أبنائهم أو من استقرار بلدهم أو حتى من مستقبل الأجيال القادمة، لأنه كلما طال أمد الحرب وكلما تشعبت المشكلة ارتفعت الكلفة على اليمنيين. وما يحدث في عدن هو ترجمة فعلية وواقعية لما نتحدث عنه من تعقيد المشكلة. عدن التي كانت تواجه ميليشيات الحوثيين وواجهت المدينة هذا العدو، وكان التحالف العربي مساندا للدولة وللقوات الشرعية وللمقاومة الشعبية التي تشكلت لاستعادة المدينة من سيطرة الحوثيين، اليوم يعني صنعت في عدن قضية مختلفة تماما وأولويات مختلفة، وظهرت أجندة مختلفة لم تكن ظاهرة ولم يكن أحد يتوقع أن تذهب بهذا الاتجاه. ونجد أنفسنا أمام تشكيلات وفصائل مسلحة لا تلتقي عند نقطة محددة، بل تحولت المدينة مع كثرة هذه الميليشيات وتعدد الرؤوس إلى مدينة أشباح تتكرر فيها الاغتيالات بشكل يومي، حتى أن عصابة الاغتيالات تصطاد أهدافها دون أن تخشى أن هناك من سيسائلها أو من سيلاحقها أو من سيكشف عنها، بل من خلال المتابعة يشعر المرء بأن هذه العصابات هي إحدى الأدوات لأجهزة أمنية ولسلطات أمر واقع تشكلت، وأيضا هي يعني تمضي في اتجاه واحد مع الخطاب المعلن لطرف في التحالف العربي، أعلن أعداء مختلفين غير العدو الحوثي الذي هو عدو اليمنيين كلهم، وذهب لإغراق المدينة في الدم. نعم، إذن الإمارات اليوم باتت تحمل العصا الأكثر خشونة إن صح لي التعبير، يعني عبر أدواتها منها ربما المجلس الانتقالي، بالإضافة أيضا إلى الورقة الأمنية في عدن. برأيك يعني ربما هذا سؤال كرر كثيرا، لما تصمت الشرعية إذا كل ما يحدث ضدها؟ الشرعية ضعيفة وأضعفت وصدر قرارها، ونحن معتادين يعني دائما أن نسمع عن يعني إبعاد قسري لأفراد من قبل الحكومات. اليوم نحن أمام حكومة تخضع لحالة أو تعيش حالة إبعاد قسري، حكومة غير قادرة على العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، قرارها مرتبط بدول التحالف، المملكة العربية السعودية التي هي الشقيقة الكبرى والتي هي الأخ الأكبر لليمنيين، والتي يعني نزح اليمنيون إليها منذ هجوم الحوثيين على العاصمة صنعاء، باتت إلى حد ما يمكن أن نقول أنها أفسحت مساحة واسعة للإمارات لتلعب في اليمن أكثر من اللازم. الإمارات هي طرف في التحالف، ويفترض أن تكون السعودية هي من تحدد الأدوار وتحدد لأطراف التحالف المساحة التي يلعبون خلالها،
لكن اليوم الحكومة وضعت في الفريزر في الثلاجة، هي في الرياض غير قادرة على العودة، الرئيس غير قادر على العودة، وبالتالي هذا ينعكس على قرار الحكومة، على صوت الحكومة، أن صوت الحكومة يخفت، أن قرارها يصادر، أنها تصبح غير قادرة على أن تقول كلمة صريحة في وجه هذا العبث. نعم، لكن هذا العبث وصل أستاذ علي إلى أن المجلس الانتقالي ارتفع صوته هذه المرة مطالبا بإسقاط الحكومة والاستيلاء على مؤسسات الدولة، وربما ذات الصوت الذي انطلق من قبل ميليشيا الحوثي حين نادت باسم الكثير من الناس باسم الجرعة، ورأينا ما الذي حدث. كما كنا نقول أن الحوثي ليس إلا ذراع عسكري لإيران، فالمجلس الانتقالي والفصائل والتشكيلات المسلحة التي هي خارج مؤسسات الدولة ما هي إلا ذراع وعصا خشنة لدولة الإمارات، التي باتت تحقق من خلالها أهداف وتضغط من خلالها على الشرعية، وتساوم من خلالها حتى على 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 المملكة العربية السعودية وأطراف التحالف العربي. نحن نعرف منذ البداية أن الفصائل والتشكيلات المسلحة خارج مؤسسات الدولة شكلتها الإمارات ومولتها ودربتها وسلحتها، وهي اليوم من توجه لها من تصدر لها الأوامر والتوجيهات، أو تمسك بزمام غرفة العمليات التي تحرك هذه الفصائل المسلحة. والمجلس الانتقالي أيضا ما هو إلا يعني أحد مخرجات الشغل الإماراتي في اليمن. نعم. وبالتالي علينا أن نتخاطب مع الجهة الراعية وليس مع الأدوات الموجودة. نعم. أنقل هذه الفكرة إذا سمحت لي مع ضيفي عبر الهاتف الصحفي منصور صالح من عدن. مساء الخير أستاذ منصور. مساء الخير. أهلا بك أستاذ منصور. يجد ضيفي هنا في الاستوديو علي الفقيه أنه كما كانت ميليشيا الحوثي ذراع عسكري لإيران، فإن المجلس الانتقالي هو أيضا ذراع عسكري للإمارات، هي من دربت وجهزت ومولت لكي تستخدمه وقتما تشاء كعصا تضرب به الحكومة الشرعية، ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنا نتحدث عن طرف آخر يقابل ميليشيا الحوثي فهي ميليشيا الإصلاح المدعومة قطريا، وأيضا التي هي بالأصل ميليشيا حقيقية مارست عبثا كثيرا في عموم المناطق التي يوجدت بها. تحت أي مسمى حاربت هذه الميليشيا التي تتحدث عنها؟ هل لديها اسم عسكري معين؟ هذا للأسف أنها تحارب باسم الشرعية، ولذلك بدأت باسم الشرعية هزيلة وفقدت. نعم. أي جهة اسمح لي أن نتفق بداية أستاذ منصور، يعني حتى لا نخرج عن سياق الحلقة، أي جهة منضوية تحت الشرعية، إن شاء الله تكون حتى من حزب الشيطان، هي تعد شرعية في نهاية الأمر معترف بها أمام العالم. حدثني أنت عن الميليشيا التي لم تنضوي تحت الشرعية أساسا. هي فعلا كما قلت حزب الشيطان، أما حديثنا عن الشرعية فهي الشرعية المختطفة، نحن لا نتحدث عن شرعية دستورية ولا نتحدث عن شرعية شعبية. هذه الميليشيا التي يمثلها الإصلاح هي مجموعة من الذين أمراء الحرب الذين وجدوا في هذه المعركة مصدر إثراء ومصدر عبث ومصدر نهب ومحاولة لإعادة إنتاج أنفسهم باسم الشرعية. من الذي اختطف هذه الشرعية؟ أنت قلت أنها شرعية مختطفة، يعني من الذي قرر أنها غير دستورية؟ للأسف هي شرعية مختطفة من قبل حزب الإصلاح بما فيها مؤسسة الرئاسة، التي باتت للأسف تستثمر لصالح تمرير أجندات حزبية خاصة بحزب الإصلاح من خلال محاولة إعادة إنتاج هذا الحزب، محاولة عمل جيش حزبي خاص بها في المأرب من خلال تمكين حزب الإصلاح من كل المؤسسات، رغم أن هذا الحزب غير موجود على أرض الواقع وغير مؤثر ولم يخوض حربا ولم يحقق أي نصر، بالعكس كل الجبهات التابعة لهذا الحزب هي جبهات ثبت فشلها وهي جبهات جامدة. اسمح لي أن أنقل هذه الفكرة أستاذ منصور. نعم. أكمل. هو سؤالك إنه عن المجلس الانتقالي الجنوبي، المجلس الانتقالي الجنوبي لم يكن ولن يكون أبدا أداة بيد أحد، هو مفوض شعبيا فوضته مئات الآلاف إن لم تكن الملايين من الجنوبيين الذين خرجوا في الرابع من مايو لتمثيل إرادة الجنوبية والدفاع عنها، وستثبت الأيام.
انه كل هذه الحمله الهوجاء والشعناء التي تشن ضد هذا المجلس ستثبت فشلها، وسيؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي انه ممثل حقيقي لقطاع واسع من الجماهير، وهي وحارس امين وحامل ومدافع وحامل حقيقي للقبضيه الجنوبيه ورافع سياسه لها وسيتصل لها باذن الله. نعم، اذا دعني انقل هذه الفكره، استمع اليها الاستاذ علي. عموما يعني كيف ترد استاذ علي على الاستاذ منصور وهو يتحدث عن شرعيه المجلس الانتقالي الذي خرج كما وصفهم بالملايين ليصوتوا لاجله، وان الحكومه الشرعيه هي اصلا مقتطفه من قبل حزب الاصلاح؟ هذه مقولة ظريفة، يذكرني بمقولة أحد الحراك أن الإصلاح يختطف الشرعية في الرياض للعمل لصالح قطر. يعني يفترض إذا كان الإصلاح يمارس هذا يختطف الشرعية، أنه يختطف الرئيس عبد ربه ورئيس الحكومة ويغلق عليهم يعني الباب حتى يعملوا لصالح قطر، يفترض أن الرياض هي من تفصل في هذا الموضوع وأنت تفك الأسر عن الرئيس المختطف لدى الإصلاح. وهي عموما يعني مقولة أشبه بالنكتة يرددها يعني قياداته إعلامية والحراك ويجدون يعني من يضحك منها. إنما نحن نتحدث اليوم عن فصائل وتشكيلات مسلحة هي تجسيد لمشروع صغير وجدت فيه الإمارات ضالتها لتمزيق اليمن بما يخدم أجندتها، وهذا أمر أصبح واضح لا يحتاج إلى أن أقوله بل يقول الواقع. أما عندما نتحدث عن يعني أطراف سياسية سواء كانت أحزاب أو تجمعات منضوية تحت لواء الشرعية، فأعتقد أن هذا هو رصيد لها وليس ضدها. عندما مثلا يعني نتكلم عن قوات أو عناصر الإصلاح أو عناصر الحزب الاشتراكي أو عناصر الناصري الذين هم يعملون أو الذين انضموا إلى الجيش أو تشكلوا في فصائل مقاومة مساندة للشرعية، أعتقد أن هذا رصيد إيجابي لهذه الأطراف لأنها ساندت الشرعية التي تمثل اليمنيون والتي انقلبت عليها ميليشيات الحوثي. أما أن تأتي أنت وتشكل ميليشيات مسلحة خارج نطاق مؤسسات الدولة، فأعتقد أن هذا هو الوضع الشاذ الذي يفترض أن نناقشه، وهذا هو الذي يمثل المشاريع الصغيرة التي تهدد بتمزيق البلد. اليوم نحن يفترض أن نتحدث عن ما هو حاصل، نتحدث عن استكمال مصادرة العاصمة المؤقتة التي عجزت أن تكون عاصمة مؤقتة لكل اليمنيين، وأبت يعني دولة الإمارات على اعتبار أنها هي المسيطرة على عدن، ونستطيع أن نقول بملء الفم أن عدن هي في عهدة الإمارات، وكل ما هي موجود على الساحة من تشكيلات مسلحة ومن فصائل هي أذرع إماراتية تتلقى الرواتب بشكل شهري من الإمارات، الأسلحة التي تحملها من الإمارات، العربات التي تقلها هي من الإمارات، وبالتالي يعني لا نستطيع أن نزايد بغير هذا. وإذا قالت لهم الإمارات عليكم أن تعودوا إلى بيوتكم، سيعودون إلى بيوتهم لأنهم مجرد أدوات، وهم اليوم موجودون في أبو ظبي. الإشكالية الرئيسية الآن هي في المساحة التي تركت لدولة الإمارات أن تلعبها في عدن، وهي كواحدة من أطراف التحالف العربي التي دخلت اليمن. إذن حتى أتيح الفرصة لضيفي الأستاذ منصور. أستاذ منصور، يعني تتحدث أن المجلس الانتقالي غير مدعوم من الإمارات، يعني الأمر بات واضح أستاذ منصور، قيادات المجلس في أبو ظبي، الرواتب يتلقونها من أبو ظبي، التسليح، التدريب حتى على مستوى يعني الأوامر، ونتذكر ما حدث في يناير حين اقتربت ميليشيا المجلس الانتقالي من المعاشيق وكيف عادت بأمر واحد من الخارج. يعني على أي أساس تتحدثون وتصبغون على أنفسكم بصبغة الشرعية والعالم كله والمنظمات الحقوقية وحتى يعني لجنة العقوبات تحدثت بتقريرها الواضح عن هذه التشكيلات العسكرية التي تعيق وجود الحكومة؟ سأجيب عن ثلاث نقاط سريعا. الميليشيات التي تتحدثون عنها وتصرون على تكريس، وكل المحللين السياسيين التابعين لحزب الإصلاح وقادة الإصلاح يحاولون تكريس فكرة الميليشيات، هذه الميليشيات التي تتحدثون عنها هي من حررات الجنوب وحررات أرضها. هذه الميليشيات هي الجيش الحقيقي للجنوب، وهي إذا ما قورنت الجيش اليمني الذي كان يخضع لعلي مسؤول الأحمر فهي الجيش الحقيقي، وتلك التي هربت من صنعاء في دقائق وتركت الفرقة الأولى مدرع، أو كما سميت لاحقا الفرقة الأولى مدلع وتركت جبهاتها، هي الجيش الحقيقي وتلك هي الميليشيات. هذا واحد.
الشيء الثاني، تتحدثون عن دعم الاماراتي للجنوب وتتناسون ان من يحمي مأرب هم القوات الاماراتيه وطوارق الباتريوت الاماراتيه، ولولا وجود القوات الاماراتيه في مأرب لما استغرق من الحوثيين 10 دقائق من الوصول الى قلب العاصمه مأرب. الامارات دعمت في الجنوب ودعمت اكثر في الشمال، لكن للاسف الدعم الذي قدم للجنوب وضع وسخر في اماكنه واستثمر وكسده الرجال الذين كانوا امام السلاح الاماراتي، امام المدرعات والدبابات والمدافع الاماراتيه كانوا في مقدمتها، واستشهد منهم من استشهد وجرح من جرح. نعم، كيف استثمر هذا الدعم؟ يعني حدثني عن فيما اختي اسيا، فيما السلاح الذي قدم للاصلاح يتم بيع المدرعه الواحده ب 600,000 ريال في جبهات رهم وصلوان. هذا الواقع الذي تتناسل. يتحدث اخونا انه نحن نفتري على علاقه الاصلاح بقطر. انت هذا الخطاب الذي يردده هو خطاب قطر، معاداه التحالف، معاداه الامارات العربيه المتحده، معاداه السعوديه، هذا الخطاب الذي نسمعه منه هو خطاب قطر وخطاب قناه الجزيره وخطاب ايران وخطاب الحوثيين ايضا. نعم، إذا يعني تتحدث أستاذ منصور عن تحرير الجنوب، نعلم تماما أنه ليس المجلس الانتقالي من حرر الجنوب، هناك كثير من عناصر ما زالت في سجون الإمارات ونفيت من عدن، وربما هناك أيضا ممن هم في المجلس الانتقالي ممن شاركوا كان تحت مسمى المقاومة، والتي لم ترد بعض أفرادها الانضواء تحت الشرعية بعكس ما حدث في مأرب. لم نقل أن الإمارات غير موجودة في مأرب، ولكن على الأقل الدولة موجودة واستطاعت أن تفرض وجودها بعكس ما يحدث في عدن. قلت أيضا أن هناك دعم حقيقي تم استثماره في الجنوب، هل لا وضحت لي أين استثمر بالضبط؟ إذا كانت الكهرباء يعني لم تدعم بالشكل الكافي بالميجاوات المطلوبة، إذا كانت البنى التحتية لم تعمر، إذا كان ما زال خراب 2014 باقي أثاره حتى الآن، لم نجد أي عمران حقيقي للمدينة، فعن أي استثمار تتحدث؟ إلا إذا كان استثمار شخصي فهذا أمر آخر. أولا هو كان الدعم الإماراتي أخذ أكثر من شكل، منه الدعم العسكري والدعم الذي استثمر بشكل واضح وإيجابي، وكانت من نتائجه تحرير الجنوب والقوات الجنوبية، قوات العمالقة الجنوبية اليوم على مشارف مدينة الحديدة. هذا واضح أنه لولا دعم الأشقاء في الإمارات ما كانت هذه الانتصارات قد تحققت. الدعم الآخر كان دعما اقتصاديا، الإمارات عادت تأهيل 56 مدرسة كانت مقربة كليا في داخل عدد، أعادت تشغيل الكهرباء بعد أن خرجت، أعادت أيضا تأهيل المرافق الصحية. الإمارات كانت مشكلتها الوحيدة هي والأشقاء السعودية أنهم وثقوا بالحكومة وقدموا لها أكثر من 13 مليار دولار ذهبت في جيوب الفاسدين. للأسف نحن أو الخطاب الآخر يحاول شيطنة الأشقاء في التحالف ويتهمهم بالتقصير ويتناسل ويتغافل عن أنه هذه الحكومة قد نهبت الأخضر واليابس وهي من احرقت التحالف وهي من تسعى لافشاله من خلال عمليه الفساد. الحكومه بدلا ان تعود كما 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 ساعدها وسعى لذلك اشقاء التحالف وبمساعده من قوات المقاومه الجنوبيه وحتى من مجلس الانتقال الجنوبي الذي رحب بدعوه الحكومه ودعاها ان تعمل على تسخير جهودها في خدمه الناس، عادت ايضا لتعمل ضد الشارع وتلتف حول النجاحات والانجازات التي تحققت في الجنوب، عادت لتنهب الارض وتنهب الموارد، عادت ايضا لاعاده انتاج حزب الاصلاح في تحت غطاء الشرعيه، ولذلك انتفض الشارع في الجنوب ورفض. الشارع في الجنوب ايضا وصل الى قناعه والمجلس في قياده مجلس الانتقال الجنوبي ويمثله هنا قياده الرئيس القائد عجل القاسم الزبيدي انه حين خرج وواجه الحوثيين وقدم الاف الشهداء والجرحى فان نتيجه ذلك بالطبع لن تكون استبدال الحوثي بحزب الاصلاح تحت غطاء الشرعيه. هذا نعم الاشكاليه الحقيقيه استاذ منصور انك تحدثني عن يعني منجزات طريفة الغاية، تحدثني عن مدارس تم ترميمها فيما الدولار سعره وصل إلى يعني الريال مقابل الدولار وصل إلى الحضيض، فيما الناس بدون رواتب في المناطق المحررة تعاني، المناطق المحررة من المجاعة، النازحون في الضالع وفي عدن يعانون ويلات الحروب، لم يتمكنوا من دعمهم الدعم الحقيقي.
حقيقي، يعني وكأن لا أحد يطلع حقيقة على ما يحدث في السجون الموجودة وتجاوزات الحزام الأمني. أخت آسيا التعليق، أخت آسيا للأسف الحكومة أوصلت الناس لأن تأكل أوراق الشجر، ولم يتبقى إن سكت الشارع على هذا الفساد أن يأكل الناس التراب. هناك الناس ماتوا جوعا ولأول مرة، مناطق شهدت في أول مرة حالة مجاعة غير مسبوقة في صحيح وتحدثنا عن ذلك. يعني نحن لا ننكر فشل الحكومة سيد منصور، ولا نحن بمعرض عن الدفاع عنها أو أنها كانت الحكومة التي مترقبة من قبل الناس، ولكن في نفس الوقت هناك دور يعني كبير للتحالف في عدم تمكين هذه الحكومة، في عدم دعمها حقيقة. وربما أنت مطلع، أنت صحفي ومطلع كيف تم دعم الأردن وكيف تم دعم البحرين وما الذي قدم لليمن، يعني أمر ليس بخافي على أحد. للاسف انه هذا الانطباع الذي تولد لدى الشارع في الجنوب ولو لدى الشارع اليمني بشكل عام حول فساد الحكومه وعدم اهليتها حول عدم الثقه بها، العالم يرى، دول التحالف العربي تدرك وتتابع وترى حاله الفشل والفساد التي ينخر هذه الحكومه، لم تعد الثقه. لكن الوضع يختلف تماما، حين نتحدث عن الاردن فنحن نتحدث عن بلد فيه نظام وقانون وعن حكومات تحترم نفسها. الحكومة الأردنية أقيلت بسبب رفع نسبة بسيطة في الضرائب، لكن نحن ما زال العناد والمكابرة في الدفاع عن حكومة فاسدة أو فرصة لحالة المجاعة. هنا الإشكالية، لماذا العناد في الدفاع عن لم يدافع عنها أحد أستاذ منصور؟ وربما نحن أكثر من تحدث، نحن أكثر من تحدث عن هذه الحكومة وعن فشلها، ولكن أيضا لا نغفل الجوانب الأخرى أستاذ منصور. يعني وكأن صورت لي المجلس الانتقالي والإمارات بأنهم الملائكة المنزلين وكأننا لسنا مطلعين على ما يحدث. عموما شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقة الصحفي منصور صالح، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ علي. أستاذ علي، في ظل يعني شماعة دائما تتهم بها الحكومة وحزب الإصلاح وهو الشبح الحقيقي بالنسبة للإمارات وربما سر كل هذه التصرفات، كيف يمكن للحكومة التي توضع أمام خيارات صعبة أن تتجاوز كل هذه التعقيدات المتراكمة؟ الإشكالية الحقيقية في أن الأخوة في المحافظات الجنوبية انساقوا وراء الخطاب الإماراتي ويعني صنعوا لهم عدو وهمي هو الإصلاح. الإصلاح يعني هو جزء من الشعب اليمني ولم يكن يوما يمثل مشكلة، هو حزب سياسي بالإمكان للشعب أن ينتخبه أو لا ينتخبه، هذا عندما يحدث استقرار وتأتي انتخابات. أما اليوم فهو أحد مكونات الشرعية، وعندما يخطئ سنهاجمه وسننتقده مثله مثل أي حزب سياسي ونحن لا نخشى شيء. أما أن يتحدث عن ما قدمته الإمارات وكأن الثمن لما قدمته هو أن تأخذ البلد أو تتحكم في قراره أو تعيد تشكيل الخارطة السياسية كثمن لما قدمت، فأعتقد أنه هذا يعني شيء غير منطقي أن نسلم لها البلد لأنها يعني حررتنا من الحوثي. ما الفرق بين أن يكون هناك يعني معتدي داخلي أو شخص أو آخر خارجي إذا كان يمارس نفس ممارسات العدوان؟ الاتفاق على أهداف معلنة للتحالف العربي دخل واكتسب شرعيته تحت لافتتها، وعندما يخرج هذا التحالف يصبح شيء آخر، لا يصبح حليف، وسيجد الناس له تعريفا، سيذهب ليصبح عدو، سيكون محتلا في حال يخرج عن أهداف التحالف العربي المعلنة ويتحول إلى اتجاه تمزيق الوطن والقضاء على قوى سياسية وعلى أطراف اجتماعية موجودة داخل البلد. نحن يعني العلاقة أو استدعاء الرئيس الشرعي للتحالف العربي يأتي في هذا الإطار، ونحن اليوم أمام حكومة تدرس خياراتها لترى أنه هي ممنوعة من العودة إلى عدن، بينما في المقابل يحملونها كل أسباب الفشل والإخفاقات الموجودة في الداخل. كيف يمكن لها أن تحل هذه الإشكالات وهي غير قادرة على أن تنزل إلى العاصمة المؤقتة، غير قادرة على أن تتحرك في المحافظات، غير قادرة على السيطرة على المؤسسات الإرادية وعلى الموانئ والمطارات الواقعة تحت سيطرة أذرع عسكرية تابعة للإمارات؟ أستاذ علي، أيضا يعني في كل فرصة ربما تتاح للحكومة عبر البيانات أو عبر الخطابات السياسية أو حتى بعض اللقاءات التلفزيونية
أول عمل يقوم به هو شكر التحالف والإمارات على ما قدمت. لم نجد أحدا يعني خصوصا في مصدر يعني قوي أو في مركز سياسي قوي يتحدث بصراحة عن الوضع في عدن وكيف أن الحكومة فعلا أمرها ليس بيدها، على الأقل لتبييض وجهها أمام الشعب الذي اختارها. على العكس إذا ظهر وزير هنا أو هناك ليتحدث نجد إقصاؤه تماما من المشهد إن لم يتم تبديله. في ظل هذه الظروف وفي ظل أيضا عدم مكاشفة الحكومة وشفافيتها مع الشعب، هل يمكن يعني حتى على مستوى اتخاذ موقف؟ يعني لم نجد وزير قدم استقالته للأوضاع، لم نجد حكومة تستقيل بسبب الأحداث المتراكمة، فبالتالي كيف لا تتحمل هي أيضا جزء كبير من هذا الفشل؟ هي بالتأكيد تتحمل جزء من المسؤولية، لكن لو راجعتي معي الأحداث خلال العام، هذا العام على الأقل منذ يناير الماضي وما بعد يناير وأزمة جزيرة سقطرى، لو وجدت أن هناك بيانات فيها جزء من الصراحة أصدرتها الحكومة، وأنا هنا لست يعني بصدد الدفاع عن الحكومة لأني لا أمثلها وأنا أنتقدها دائما، أنتقد أداءها لأنها حكومة ضعيفة، حكومة أسهمت بجزء كبير من الفشل الحاصل اليوم لأنها قبلت بالوضع القائم منذ البداية وقبلت أن تبقى خارج العاصمة وإن كانت في البداية استدرجت، لكن هي تتحمل جزء كبير من المسؤولية. إنما أذكر بالبيانات التي صدرت على الأقل أثناء أزمة جزيرة سقطرى عندما قامت الإمارات بإنزال قوات عسكرية ومعدات كثيفة إلى جزيرة سقطرى وظهرت في موقف المحتل وكأنها جاءت تحتل جزء من البلد، ليس في حوثيين، ليس في إرهاب. نحن نعرف أن المهرة وسقطرى على الأقل هما المحافظتان المتعافيتان من البلد، لم يحدث فيهما حادثة إرهابية واحدة حتى الحوادث الأمنية. نعم يعني ربما في ذلك الوقت صدر بيان وكان نوعا ما وصل الأمر إلى مخاطبة الأمم المتحدة بهذا الأمر، لكن ما الذي يحدث الآن؟ ما زالت الأرتال العسكرية السعودية هي التي تدمشت في سقطرى التي لم تعهد وجود عسكري بهذا الشكل. ما الذي يحدث في المهرة أيضا من مد أنبوب نفطي؟ كل ذلك والحكومة يعني وكما قلت لك من موقع الضعف هي تحاول الإبقاء على شعرة معاوية بينها وبين التحالف، تحاول في يعني كثير من تصريحات وزراء وكان صالح الجبواني وعبد الملك المخلافي وآخرين صرحوا بتصريحات قوية ضد ممارسات الإمارات، خصوصا عندما منع وزير النقل صالح الجبواني من الوصول إلى أحد الموانئ لافتتاحها، أصدروا تصريحات قوية وحاولوا أن يوصلوا رسائل للتحالف بأن العلاقة بيننا وبينكم يفترض أن تعود إلى وضعها الطبيعي. أحزاب سياسية أيضا أصدرت بيانات وطالبت بإقامة علاقة ندية، إعادة تقييم الشراكة بين التحالف والحكومة. الحكومة قد تصل إلى هذه النقطة التي تتحدثين عنها، إلى الخروج والمكاشفة، وهذا ما تحدث به مسؤول حكومي رفيع مؤخرا وربما قبل ساعات، وتحدث المصدر أونلاين في تقرير نشره صباح اليوم عن هذه التفاصيل، أنهم قالوا هم في انتظار الوساطة السعودية حل الإشكال القائم بين الحكومة وبين الإمارات، وأن تحاول مع الإمارات لوقف ترتيبات الجارية التي وصفها الانفصال. وتكلم بصراحة أن كل التشكيلات المسلحة النخب والأحزمة الأمنية الموجودة في المحافظات الجنوبية والجنوبية الشرقية لا تتبع الحكومة ولا تمثلها ولا تتلقى التوجيهات منها، وبالتالي هو تحدث عن وساطة سعودية تعمل على إيقاف هذه الإجراءات الترتيبات التي بدت واضحا أنها تريد فرض الانفصال كأمر واقع. ربما في حال وصول هذه الوساطة إلى نقطة مسدودة قد نسمع تصريحات من مسؤولين حكوميين، قد نسمع صدور بيانات، لأنه الإبقاء أعتقد على هذا الوضع هو يعمق المشكلة ويزيد من حالة الشلل التي تعيشها الحكومة والسلطة الشرعية. أما استقالة حكومة أو مسؤولين فأعتقد أن هذا ليس حلا، لأنه الإشكالية ليست فنية، ليست في أداء وزير أو فشل وزارة، هي في عدم قدرة حكومة كاملة وسلطة شرعية كاملة على العودة إلى العاصمة المؤقتة. وبالتالي هذا تتحمل مسؤوليته التحالف العربي، لأن اليمن بشكل عام هي في عهدة التحالف. لا نريد أن نستبق الأحداث ونقول أن التحالف بات يمثل احتلالا لليمن، ولكن نحن يعني دائما نأمل ونترقب أن تعود العلاقة لوضعها الطبيعي ويعود التحالف للأهداف المعلنة التي أعلن عنها. ليس من المعقول أن تكون المعركة باتجاه الحديدة بينما تذهب الإمارات للعب بالأوراق في عدن وإشعال الحرائق هناك. هذا يعني أننا أمام خلق عدة مشاكل جديدة
تشعل النار في البلد، تمزق البلد، ربما تهيئة لمستقبل لا أحد يعرف منه سوى أن الإمارات تريد أن تستكمل القبضة على الشواطئ والجزر والموانئ والمناطق النفطية اليمنية، وأعتقد أن هذا لن يكون ولن يقبل اليمنيون بهذا الدور. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الكاتب نجيب شحرة من صنعاء. مساء الخير أستاذ نجيب. أهلا، مساء النور، ومساء النور عليك وعلى ضيوفك الكرام. نعم أستاذ نجيب، من خلال تصريحات لمصدر مسؤول لصحيفة أو لموقع المصدر أونلاين حول يعني الأحداث الأخيرة وكذلك الأحزاب وبياناتها التي صدرت الرافضة لانتهاك مؤسسات الدولة ووجود أي تشكيلات مسلحة خارج الدولة، هل تعتقد أن الأمر يكفي عند إصدار البيانات؟ في اعتقادي أنا اطلعت على البيانين المجموعتين الأحزاب، هي لا تكفي لكنها ضرورية، لأن الموقف السياسي مرحلة مهمة. صحيح هناك مناكفات سياسية بالبيانين، هناك اختلاف في التشخيص عندما يتكلموا عن من المسؤول عن التدهور، في حين لم يذكروا بالتحديد من المسؤول عن منع التدهور، واعتقد المسؤول عن منع التدهور الاقتصادي هو التحالف. هناك مواقف، طبعا البيان بصفه عامه البيان تجاوزهما تطورات الواقع، يعني على سبيل المثال دعوه الطرفين او البيانين لاستراتيجيه شراكه مع التحالف. هذه الدعوه كان يفترض انها تنطلق في نهايه 2005 او على بدايه 2016، اقصد 2015. الآن المطلوب قبل هذا الموقف المطلوب منع إصلاح التشوهات التي أحدثها التحالف في اليمن، تشوهات خطيرة للغاية، وبالتالي لا يمكن الدخول بالاستراتيجية مع طرف صنع تشوهات تحتاج سنوات. في نقطة قوية للبيانين وأعتقد هي الأساس، وهي التي يجب الاعتماد عليها كخطوة عملية في ترجمة تلك المطالب، وهو البيان أشار إلى ضرورة تشكيل تحالف قوى وطنية ضمن دعوة كل الفعاليات الإعلان عنه. نعم، هذه أهم نقطة في البيانين. نعم، إذن يعني يجب أن تترجم إلى برنامج عمل سياسي تتضمن كل المواقف الجيدة فيما يتعلق مشروع الدولة الاتحادية وإعادة الشرعية ومؤسسات الدولة والتدهور الاقتصادي، يعني تحديدا دولة التحالف، التحالف شريك رئيسي في التدهور الاقتصادي في اليمن. نعم، يعني ربما هذا الإعلان عن هذا التحالف الذي ربما تم الحديث عن يعني سابقا يعني قد يصدر بعد أن تذهب عدن من خلال المجلس الانتقالي وخطواته المتلاحقة بدعم من الإمارات، كيف يمكن يعني أن يتم تلافي الوضع في عدن، أن يتم مصارحة الإمارات بما تحدث في عدن، أن على الأقل التحالف بقيادة السعودية يتخذ موقفا حقيقيا لعدم تشطير اليمن بمساندة الإمارات؟ في الحقيقة المجلس الانتقالي لا يمكن اعتباره سوى أداة إماراتية، هو الآن خارج نسق القضية الجنوبية ولا يعبر عنها. القضية الجنوبية تطورت تطور إيجابي من قضية إلى شرعية، ويعني والأسس اللي قام عليها الحراك في الجنوب أسس سياسية ومدنية، هذا النظام تم إسقاطه ثورة شعبية وتحولت القضية الجنوبية الآن إلى شرعية سلطة جنوبية، وبالتالي لا خطر على عدن والجنوب من المجلس الانتقالي تماما الحديث مع الممول مباشرة. إذا قطعت يد الممول هذا كله أدوات لا مشاريعها كلها غير قابلة للحياة. هل تعتقد أن يعني هذا الممول الإمارات بين قوسين يعني يمكن أن يعني يتوقف أو يعني يقف عند حده إذا ما تم مخاطبته من قبل السعودية؟ بالتأكيد احنا لا نضيع في متاهات الثنائية السعودية الإمارات السعودية. لا هذه المتاهات هي تبنى في اليمن، يعني ليست بينهما أستاذ نجيب،
يعني ما يحدث ويحدث في اليمن، غض الطرف عن ما تحدثه الإمارات من قبل السعودية، السعودية وما تقوم به في سوق قطرة وفي المهرة أيضا بمد أنبوب نفطي، يعني ليست متاهات بعيدة عنا حتى لا نتوه فيها، هي متاهات مزروعة بداخل الوطن نفسه. نعم يا أستاذة، هناك توزيع أدوار، ما يقوم به التحالف الإمارات في عدن وسوق قطرة هو نفس ما تقوم به السعودية في المهرة. هناك تركة يحاولوا يعني كأنه لا يوجد وريث لها وبالتالي يحاولوا توزيعها. عدن الآن ليست عاصمة للشرعية ولا يمكن أن تكون عاصمة للانتصار، عدن الآن عاصمة المشروع الإماراتي وهو مشروع الفوضى ومشروع تدمير عدن وتأخيرها لمدة سنة لأبعاد اقتصادية الجميع يعرفها. بالتالي قيام هذا التحالف الوطني الواسع بهذه الأجندة المرتبطة بالمشروع الدولي الاتحادية كفيل بردع الإمارات وإيقافها عند حدها. وأعتقد أنه ما يحدث الآن في المهرة وما يحدث الآن في شبوة هو يسير في هذا الاتجاه، ولا نستبعد حدوث كفاح مسلح لأنه لم يعد تحالف، أصبح احتلال لا داعي له يا ملاك. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نجيب شحراء الكاتب، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة أخيرة لك أستاذ علي. أستاذ علي، إذن في ظل كل هذه الأحداث كيف يمكن أن نقرأ الوضع في عدن مستقبلا، علاقة الحكومة بالشرعية عفوا بالتحالف، هل يمكن أن تحدد في الأيام المقبلة؟ نحن يعني أمام مرحلة مفصلية في علاقة الحكومة بالتحالف بعد أن يعني استفحلت الأوضاع وصارت يعني وتدهور الوضع في عدن، وأبدت الإمارات ما كانت تخفيه في الماضي من أنها ماضية بعدن، كما ذكر الأخ نجيب من صنعاء أنها ماضية بعدن نحو الفوضى، أنها ماضية وليس والذهاب بعدن نحو الفوضى لا يعني فقط الذهاب بعدن وإنما يعني الذهاب باليمن بشكل عام، لأنه التعامل مع اليمن على أنها تركة الرجل المريض وأنها يعني قابلة لأن تصبح ميدان للتقاسم أو للمصادرة والاستحواذ، أعتقد أنها أفكار مغلوطة ويجب أن تراجع. التحالف مطلوب منه اليوم أن ينظر إلى اليمن كجار وشقيق يمكن إقامة علاقة مصالح مشتركة معه كدولة كشعب، لأنه فقد اليمنيون دولتهم لكنهم لم يفقدوا كرامتهم حبهم لبلدهم، وإن كان هناك الكثير ممن يتاجر وعلى استعداد لتقديم الخدمات لأي إن كان مقابل مصالح شخصية، لكن في النهاية الشعب يرقب كل هذه الأحداث، وإذا ما وتوصل الشعب اليمني إلى قناعة بأن هذه القوات الموجودة هي قوات احتلال وليست قوات تحالف وليست قوات مساندة للشرعية، أعتقد أنه طريقة تعامله معها ستتغير، أن الوضع في اليمن سيتغير وسنذهب صحيح باتجاه فوضى طويلة الأمد، لكن لن ينجو منها أحد، لن تنجو دول الخليج ولن تنعم بما تحلم به أنها ستحول اليمن إلى يعني ساحة نفوذ أو حديقة خلفية لتصدير المشاكل معها، لأنه قراءة تصريح مندوب أو سفير اليمن سفير الإمارات في الولايات المتحدة أو في الأمم المتحدة عندما قال بأن اليمن هي المكان الملائم لإدارة الصراع مع إيران، أعتقد أنه يكشف عن 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 نوايا سيئة. نحن يعني اعتقدنا واعتقد الناس بأن نحن شركاء في خوض معركة، صحيح أنها تعني الخليج لكنها أيضا تعنينا بدرجة أولى، نحن تعنينا لأننا نريد استعادة دولتنا، نريد ولأننا متضررون أيضا من إطالة أمد الحرب بهذا الشكل. نعم، ونريد أن نكون بلد مستقر، نعمل دولة مستقرة تكون سند أو حليف وسند لجيرانها وأشقائها، وليست أن تتحول ملعب لإدارة صراعات أو للعب وتقاسم النفوذ. أعتقد أن الجزر والموانئ وحقول النفط على قلتها ليست يعني سائبة أو ستكون لقمة سائغة لهذه الدول، ولا المجلس الانتقالي يستطيع أن يبيع عدن ولا ما حولها للإمارات. نحن نعلم جميعا بأن المقاومين الحقيقيين الذين دحروا الحوثي من عدن هم أصبحوا الآن إما في السجون أو في المنافي أو تم اغتيالهم، وسلسلة الاغتيالات المستمرة منذ عامين هي لرؤوس المقاومة الذين واجهوا الحوثي في عدن بغرض إخلاء الجو لأدوات الإمارات للتحرك كما يحلو لها تحت لافتة مواجهة الإصلاح. أن الإمارات التي دخلت لمواجهة مشروع الحوثي واستعادة الدولة أوجدت الآن
يعني صنعت عدو من ورق لتضحك على الجنوبيين بأنها تواجهه، بينما هي في الأساس تدير مشروعها الخاص في جنوب البلاد. نعم، إذن شكرا جزيلا لك علي الفقيه نائب رئيس تحرير صحيفة المصدر، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.